جوستاف، مسيو جوستاف. ميت. ميت وربنا ميت. معلش بس ممكن دقيقة من وقت حضرتك؟ احنا جايين لحضرتك مخصوص. والله انا ميت دلوقتي، ما عنديش وقت. بس دكتور ايمن بعتنا لحضرتك مخصوص عشان نعرف عملت ايه قبل ما تموت. دكتور ايمن؟ بتقول دكتور ايمن؟ ياه ده حبيبي، سلم لي عليه والنبي يا شيخ. هو عامل ايه دلوقتي فوق الارض؟ طب استنى بقى اما اطلع لك، الموضوع شكله كبير قوي. أنا ألكسندر جوستاف أيفل، اتولدت سنة 1000. حاجة كان عندها 11 طفل، وأنا كنت الطفل الخامس. أثروا جدا في شخصيتي، كانت شخصيتي ضعيفة ومهزوزة وغامض جدا. ما كنتش بعرف أي حد أنا ناوي أعمل إيه.